ألقى رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة في أعمال المؤتمر العربي الطارئ 33 للاتحاد البرلماني كلمات بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية، خاصة مدينة القدس وأوضاع المقدسات الإسلامية والمسيحية. ندين بشدة مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية أثناء تأدية عملها المهني، إذ أن ما حصل من جريمة تمثل انتهاكاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني. طالب المنظمات الدولية المختصة بإجراء تحقيق دولي عاجل وعادل وتقديم جميع المجرمين الذين كانوا وراء هذه الجريمة النكراء للعدالة لكي ينالوا جزاءهم. ونقل الوفد الفلسطيني للمؤتمر العربي نبض ومعاناة الشعب وأنين الأقصى. المقدسات الإسلامية والمقدسات المسيحية هي مقدسات للعرب وللمسلمين بالتأكيد، يعني تدرك العهدة العمرية وهي حجر أساس حقيقة وتشريع قانون ونظام للعيش المشترك. قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية الأولى والأولويات أولى الأولويات بالنسبة للعرب وخاصة في مدينة القدس. فيما كان حل القضية الفلسطينية وتفعيل المبادرة العربية والعودة إلى حدود عام 67 هو محور حديث بقية الوفود العربية. القضية الفلسطينية جرح العرب الغائر، فإن القدس الشريف ووضع مقدساتنا الإسلامية والمسيحية هما مركز تلك القضية. وجاء البيان الختامي للمؤتمر بأن فلسطين وشعبها ومقدساتها ستبقى هي بوصلة العرب، وأن الاستقرار مرهون برجوع الحق لأصحابه دون مساومة. ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها الإدانة العربية حجم الشجب والغضب، وأكسبت شرارة استهداف الزميلة شيرين أبو عاقلة زخما لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى والمقدسات المسيحية. من مقر انعقاد المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، علي الطواب، قناة الغد، القاهرة.